استاذن سيادتك اروح لسياده اللواء الدكتور وائل. السؤال من الاستاذه منار زاهر. السؤال لسيادتك، هي بتقول حماس اول ما بدات طوفان الاقصى كان هدفها انعاش القضيه الفلسطينيه ومبدا حل الدولتين، ده بحسب سؤال الاستاذه منار. واسرائيل ردت بحرب اباده لاماته القضيه وقطع اي امل لحل لها. اي منهما نجح في هدفه؟ لا، النص الثاني من السؤال كده بعد اذنك استاذ احمد. حماس لما بدات طوفان الاقصى كان هدفها انعاش القضيه الفلسطينيه، تبييض السجون اذا جاز التعبير، لو هضيف لسؤال حضرتك، تمام، ومبدا حل الدولتين. اسرائيل ردت بحرب اباده لاماته القضيه الفلسطينيه وقطع اي امل لها. مين منهم حقق هدفه؟ اولا الجزء الاولاني من السؤال فيه خطا رهيب. حماس ليس من ضمن مبادئها حل الدولتين، تمام، دي نمره واحد. ده موضوع ما يعني حماس والجهاد الاسلامي وجميع حركات المقاومه لا تؤمن بموضوع حل الدولتين. ما يؤمن بحل الدولتين هي السلطه الفلسطينيه وبقيه العالم كله، انما هم عايزين دوله فلسطينيه على كامل الارض الفلسطينيه. ده مبدا ده مبدا حماس. ما حدث من اي منهم حقق اهدافه، اعتقد ان حركه حماس من طوفان الاقصى وما حدث من تحركات ضد الجيش الاسرائيلي هو احيا القضيه الفلسطينيه، ولكن احياها ضعيفه للاسف. يعني هو كان، انا عايز اقول ان الفتره ما قبل طوفان الاقصى كنا وصلنا لمرحله ان القضيه الفلسطينيه بدات الكلام فيها يصبح يكون نادرا على المستوى الدولي، على المستوى الاقليمي. بدات عمليات تطبيع، وبدات ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل يتخذوا موقف يقول السلام الاقتصادي وليس الارض مقابل السلام. فهنا بدات هو احيا القضيه الفلسطينيه، بس للاسف الشديد ما هو الحل؟ احنا دلوقتي كنا بنقول مصر عندها مبدا حل الدولتين، الدولتين دوله فلسطينيه مستقله على على حدود 4 يونيو قبل 5 يونيو والقدس الشرقيه عاصمه. دلوقتي احنا مين هيقعد يتكلم في هذا في هذا السيناريو؟ مفيش توحيد، رغم ان هو احيا القضيه الفلسطينيه، انما مفيش وحده فلسطينيه تتكلم في هذا في هذا الموضوع اللي هو حل الفلسطينيه. الحاجه الثانيه اسرائيل، اسرائيل فردت بعض من الاهداف ليها خلال عمليه بقى ما يطلق عليها السيوف الحديديه. يعني هي حماس عملت طوفان الاقصى واسرائيل ردت عليها بالسيوف الحديديه. السيوف الحديديه دي كانت اهدافها نمره واحد القضاء على قدره حماس، نمره اثنين تامين غلاف غزه او مستوطنات غلاف غزه من ان هي يتم اطلاق نيران عليها، ولكن ده الهدف الظاهر. ولكن ما حدث فعليا ان اسرائيل نفذت اباده جماعيه ضد ضد السكان في قطاع غزه. لم يتبقى من غزه شيء. ولم يتبقى من، انا يعني انا مش شايف في قطاع غزه ده يعني لا بنيه اساسيه، لا جامع، لا مستشفى، لا مدرسه. يعني مين هيتحمل يعني يوم ما الحرب دي تقف؟ مين اللي هيتحمل اعاده اعمار غزه؟ ما هم يعني انا مش يعني، ما عشان كده بقول هنا حتى هم يعني الحماس والفصائل الفلسطينيه قعدوا في الصين ومع السلطه الفلسطينيه عشان يوحدوا الجانب الفلسطيني، وورقه مضى ولم يتم اي شيء في هذا الجنب. هنا انا دايما اقول ومصر عندها قناعه ان لازم يبقى فيه هي سلطه فلسطينيه واحده تضم الشعب الفلسطيني كله، ما يبقاش في شرزمه للشعب الفلسطيني ما بين حماس وما بين الجهاد وما بين القوميه الفلسطينيه. لازم يبقى في كيان واحد قادر ان هو يقعد ويتفاوض لتنفيذ الهدف القضيه الفلسطينيه. تمام يا فندم.